مشهد الاستيلاء على الأراضي والساحات العامة. يتصدر الأحداث في كربلاء مجدداً، إذ تحاول جهات متنفذة الاستحواذ على جراج الأحياء الذي يقع وسط المدينة. أكثر من 1000 سيارة يضمها مرآب النقل الداخلي، الأمر الذي دفع سائقي السيارات للخروج بتظاهرات مطالبين الجهة الحكومية بإيقاف عمليات الاستحواذ. الجراج يردون يسوونه عمارات، يسوونه هذه زين فنادق، واحنا الفقراء عايشين بين تقريبا 1500 واحد ما حد بحاله. هاي جهة السائق، هاي جهة الله يرضى عباده. المحتجون تحدثوا لوان نيوز عن جهات متنفذة تحاول بين حين وآخر الاستيلاء على هذا المرآب والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، مهددين بالوقت ذاته بالإضراب وقطع الشوارع في حال تسويف مطالبهم. البارحة جانا تبليغ، اجى لهنا تبليغ، سدوا الجراج، قطعوا الكهرباء، فاحنا عمالنا وسواقنا هاي وين تروح؟ العبري وين يروح؟ وفرونا جراج قريب، احسن يقدر واحد يعيش اطفاله، باب رزقه هذا. نعوف عوائلنا وننام هنا، باب رزقنا هذا، مستحيل نعوفه، وين نروح؟ زوال هذا المرآب المخصص للنقل الداخلي يهدد بخلو مدينة كربلاء من النقل المنظم، فضلاً عن قطع أرزاق عشرات العوائل التي يعيلها سائق سيارات الأجرة هنا. علي خالد، وان نيوز، كربلاء.